الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من قناة أو من البث المباشر لقناة النادي الأهلي. منذ يوم الخميس بدأنا هذا البث المباشر، وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم خلال الفترة القادمة. دائما يكون هناك بث مباشر وقناة النادي الأهلي. الحقيقة قبل ما أبدأ مع أخباري مع حضراتكم النهاردة، عايز أتكلم مع حضراتكم في شيء مهم جدا، وهو منتخبنا القومي. منتخبنا القومي داخل على مباراة أو على بطولة مهمة جدا جدا جدا، بطولة الأمم الأفريقية اللي بقى لنا 3 سنين الحقيقة لم نصل إلى نهائيات هذه البطولة. في ناس كتيرة جدا بتفكر في هذه البطولة إن هي بطولة مهمة طبعا وكل حاجة، ولكن أهميتها في تكوين فريق جيد لمنتخبنا القومي ووضع العمود الفقري لمنتخبنا القومي خلال الفترة اللي جاية، وتكون البداية إن شاء الله مع خطوة مهمة جدا جدا في شهر 8 القادم وأول مباراة في تصفيات كأس العالم. دلوقتي الحلم لكل الناس والناس كلها بتفكر في شيء واحد فقط، وهو احنا عايزين نروح كأس العالم، عايزين نوصل كأس العالم، عايزين نعرف او عايزين نشوف كاس العالم مره اخرى. بقالنا منذ سنه 1990 وحتى الان ما حصلش حاجه زي دي، ولم نصل الى كاس العالم، وكنا قريبين جدا في 2010 زي ما حضراتكم فاكرين طبعا، وما حدث ومباراه منتخب الجزائر ومنتخب مصر في السودان وهزيمه منتخبنا القومي وعدم صعودنا لكاس العالم. الناس كلها بتفكر في كاس العالم، ولكن بطولة الأمم الأفريقية هي بطولة من البطولات المهمة جدا 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 بالنسبة لنا كمصريين الحقيقة. ووجود منتخبنا القومي في هذه البطولة بعد 3 سنوات لم نكن نصعد حتى إلى النهائيات، أعتقد أن ده شيء جيد جدا، شيء جيد بالنسبة لما حدث في ال3 سنوات الأخيرة. ولكن الطبيعي بتاع مصر يا جماعة أن هي بتبقى في كاس الأمم الأفريقية، طبيعي بتاع مصر ان هي بتبقى في كاس الامم الافريقيه فقط، ولكن ايضا بتنافس على كاس الامم الافريقيه. هل ده ممكن يحصل بقى خلال الفتره اللي جايه ولا مش ممكن يحصل؟ الحقيقه اليومين 3 اللي فاتوا منذ اعلان قائمه منتخبنا القومي والكلام كتير جدا جدا على اختيارات مستر هيكتور كوبر، في ناس مؤيده لهذه الاختيارات وفي ناس بتعارض هذه الاختيارات. في واحد مثلا زي حماده طلبه، حمادة طلبة في ناس كتيرة جدا تقول لك يعني مستر هيكتور كوبر خد حمادة طلبة هو أساسا ما بيلعبش في النادي المصري مثلا، يعني خلينا نتكلم على حمادة طلبة كمثل. أنا الحقيقة شايف أن هيكتور كوبر، ولو تاخدوا بالكم في تعليق المهندس هاني بوريدا في هنا معانا في قناة الأهلي امبارح أو أول امبارح الحقيقة لما كان معانا واتكلم وكان في وجود الكابتن مجدي عبد الغني، قال إيه؟ قال ان المدير الفني بيحاول، او لما سالته عن اختياراته لما سالت المهندس هاني بوريدا عن اختياراته، قال لي ان المدير الفني عنده مجموعه من الناس حافظه طريقه لعبه بقاله سنه بيحفظ فيهم وبيعرفهم طريقه لعبه، وبالتالي هو واثق فيهم بدرجه كبيره جدا وعايزهم يشتغلوا بدرجه كبيره جدا، علشان كده هو اختار حماده طلبه. وخلي بال حضراتكم حماده طلبه واختيار حماده طلبه اعتقد ان هو أنا شخصيا شايفه يحسب لهذا المدرب ولا يحسب ضده، يحسب ليه؟ لأن حمادة طلبة واحد من اللعيبة المهمين جدا، أو لو تفتكروا كده مباراة غانا الكرة اللي طلعها حمادة طلبة، أنا آسف مباراة نيجيريا، الكرة اللي طلعها حمادة طلبة من جوه المرمى، أعتقد إن هي فرقت كتير جدا جدا مع منتخبنا القومي، والكرة دي اتردت وأحرزنا هدف في مباراة نيجيريا اللي كانت هناك وانتهت بالتعادل، وهنا ربنا كرمنا وكسبنا الحقيقة وصعدنا بعد هذه المباراة. هو الراجل ده واضح ان هو بيشيل للناس اللي بيعملوه، فواضح ان هو حبه لحمادة طلبة او شايف نوعية حمادة طلبة بالنسبة له مهمة جدا. وزي ما بقول لكم وزي ما قلت لكم قبل كده ان المهندس هاني بوريدا هو بيتكلم قال لك ايه، معرفش في ناس خدت بالها من هذا الموضوع ولا لا، في ناس قالت او المهندس هاني بوريدا قال ايه، قال يا جماعه هو الراجل بيحاول يركز على ناس معينه اللي حافظه طريقه ادائه واللي حافظه طريقه لعبه، وهو ده واضح جدا ان هو يعني ما بعدش كتير عن اختياراته خلال الفتره اللي فاتت. واخيرا الحقيقه منذ فتره طويله جدا اصبح لمنتخبنا القومي شكل وقوام رئيسي،
يعني رامي ربيعة لو موجود الحقيقة اعتقد ان هو كان هيبقى موجود مع المنتخب، او يعني مش مصاب كان هيبقى موجود مع المنتخب. نفس الكلام بالنسبة لأحمد حجازي، أحمد حجازي لو ما كانش موجود او يعني ما كانش مصاب كان هيبقى هو موجود اوريدي مع المنتخب، وممكن جدا تلاقوه بيتم تأهيله خلال الفترة اللي جاية علشان يكون بيلعب معاهم بشكل كبير. فيعني نتمنى ان شاء الله ان خلال الفترة اللي جاية منتخبنا القومي ومدير الفني وجهازه الفني اللي مع حضراتكم اللي شايفينهم على الصورة، ان احنا نلاقي الناس دي بتسعد جماهير كرة القدم المصرية خلال الفترة اللي جاية. زي ما قلت لكم الفرحة كانت خلال الفترة اللي فاتت للنادي الأهلي وتصدر النادي الأهلي للدور الأول في الدوري العام وفوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك والمستوى الرائع الحقيقة اللي يؤهله ان هو يبقى أفضل نادي، أو يعني حتى الآن كل الاستفتاءات بتقول ان النادي الأهلي هو أفضل نادي في 2016 من الناحية التكتيكية ومن الناحية التنظيمية داخل الملعب. عشان كده انا بقول لحضراتكم ان عايزين بقى الفرحة التانية، فرحة منتخبنا القومي تكون ان شاء الله بدايتها اللي هتبقى في كمان كام يوم ان شاء الله، والمباراة الاولى لمنتخبنا القومي هتبقى امام مالي. مباراة طبعا هتكون مهمة جدا 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 لمنتخبنا القومي، لان دائما مباريات الافتتاح هي اللي بتبقى او اللي بتقاس عليها قوة المنتخبات خلال الفترات اللي بعد كده او خلال المباريات اللي بعد كده. عندنا مباريات صعبة، عندنا مباريات مهمة، مالي وهنلعب غانا واوغندا برضو مرة اخرى كأننا في مجموعة تصفيات كاس العالم، ولكن في النهاية هي كل الفرق دلوقتي في افريقيا اصبحت قريبة جدا من بعض، ما بقتش عارف يعني الراس الاخضر فريق قوي جدا، بعض الفرق او بعض المنتخبات اللي ما كانش ليها اسم خلال الفترة اللي فاتت اصبح ليها اسم واصبحت بتلعب بشكل جيد جدا واصبح عندها محترفين كتير في اوروبا وفي امريكا الجنوبية. وبالتالي الحقيقة يعني نتمنى ان منتخبنا القومي تكون بداية السعادة إن شاء الله هي مباراة مالي، ويسعد الشعب المصري بالكامل. زي ما قلت لحضراتكم كرة القدم هي البنبناية، يعني دايما الناس عندنا مشاكل كتيرة اقتصادية ومشاكل سياسية وبيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن احنا دائما لا ننظر إلا إلى كرة القدم، كرة القدم أو الشعب المصري لا ينظر إلا إلى كرة القدم. وزي ما قلت لكم في أوقات كتيرة جدا كرة القدم ما كانش او كان متوقف فيها النشاط لفترات طويلة، ولكن النادي الاهلي في ظل هذا التوقف لو حضراتكم تتذكروا سنة 2012 وفترة التوقف وفوز النادي الاهلي بالبطولة الافريقية في ذلك الوقت، وكان مع كابتن حسام البدري على ما اعتقد او كابتن محمد يوسف، لكن هو دايما النادي الاهلي هو اللي بيصنع لنا الفرحة اللي دايما بندور عليها. فنتمنى ان شاء الله ان المنتخب القومي، المفروض بقى المنتخب القومي ده اللي بيبقى فوق كل حاجة، كل الناس بتفكر كيف يفوز منتخبنا القومي خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية القادمة. ومهم جدا المساندة، مهم جدا مساندة منتخبنا القومي علشان ما يحصلش حاجة، لان زي ما قلت لكم العين خلال الفترة دي كلها على منتخبنا القومي، وبعد كده الناس بتبص بقى على ان شاء الله الوصول الى كأس العالم. نتمنى يا رب ان شاء الله تكون بداية جيدة في مباراة مالي في كأس الأمم الأفريقية، اولى المباريات اللي هيلعبها المنتخب.